السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار فرص الأمطار خلال نهاية الأسبوع على مرتفعات مكة المكرمة وأيضا مرتفعات الطائف، وطقس حار في عموم المناطق، واشتداد الحر في شمال المملكة خلال عطلات نهاية الأسبوع. كالعادة نبدأ نشرتنا بصورة أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعة صباح اليوم، حيث توضح انتشار الكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي أثرت على المملكة يوم أمس، حيث عملت على تكاثر الغيوم الرعدية في مناطق عشوائية. هذه الغيوم هي بقايا تلك الغيوم الرعدية التي أثرت يوم أمس، باقي المناطق لم تشهد عبور أي غيوم، وبالتالي سيطقس صافي هناك. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، حيث يلاحظ استمرار لهطول زخات الأمطار الرعدية يوم الأربعاء على المرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل كل من مرتفعات جازان وعسير وأيضا الأجزاء الغربية من منطقة نجران وامتدادا نحو الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والطائف. يوم الخميس أيضا تستمر فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والطائف والباحة وأيضا الأجزاء الغربية من منطقة نجران، لكن اعتبارا من يوم السبت والجمعة يتوقع أن تتراجع فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة والطائف، لكن تبقى الأمطار مستمرة على المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جازان وعسير. ننتقل الآن وإياكم إلى توزيع أو خرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. يلاحظ تمركز لكتلة هوائية شديدة الحرارة في شمال المملكة تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي يسود الطقس شديد الحرارة هناك ومرهق، تحديدا في منطقة الجوف وأيضا الحدود الشمالية، منطقة شمال حائل وأيضا أجزاء من منطقة تبوك، بينما تكون درجة الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق، حيث يسود الطقس حار في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، الأجزاء الغربية، بينما يكون معتدل إلى لطيف خاصة خلال ساعات الليل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس 41 إلى 28 درجة مئوية، يوم الخميس تتفرق عفوا يوم الجمعة تتفرق بعض الغيوم العالية 42 إلى 29، ويوم السبت الطقس غالبا صافي مع 41 إلى 28 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.